فكري ليش هيك واقف بوشي؟ قلت لحالي مركدا بدك شي خطاب. شو بده يكون بدي يعني؟ اي شي بعيوني بخدمك. روح التهي بشغلك افكري. روح بامرك خطاب. استغفر الله العظيم. خالتي يا صباح الخيرات. شو بلاقيك فايق بكير؟ أكليش أجاني نوم عنكم. مو في بنت زايرة أمانة عندكم خالتي؟ أيوة أنت مشان البنت اللي زايرة عنا نمت هون برا. ما بدي أضايقها، خليها تاخد راحتها وتتفتل بالبيت على كيفها. إيه الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا رب. الله يستر عليها. آمين يا رب. ساوي لك بريق شاي أمي؟ يا ريت. حاكم الشايات بطلع من إيديكي غير شكل. على عيني. من عيني هي قبل هي. حبيبة عمري. شفت كريمة بالحارة. شو هالحكي أخي؟ كريمة ماتت الله يرحمها. الله وكيلك يا أختي، الله وكيلك ووكيل السماء والأرض. شفت بعيوني هدول بدي هاكلهم الدوم. يو بتكون مستشبه فيها بشي وحدة أخي. الله يرحمها. شو شاغلة بالك؟ اي والله لو عايشة لأخطب لك ياها بغصب عن أهلك كلهم. وهلأ أخي ما حاجتك عزوبية؟ أنا ما عاد أصبر عليك أكتر من هيك. ها؟ أيوة عم قلك. الله كريم أختي الله كريم. شو أنا خطابي سامح أخي؟ أبو نيزك داخل واسطة خير بين أخوك وبين خطاب. لكن إن شاء الله يوافق. أكيد رح يوافق إذا عرف إنه مو مكتوب كتابك على حدا. لو تعرفي يا يامو قديش إني فرحت وقت اللي قالوا لي إنه اللي كتب كتابه علي مات. الله استجاب دعائك يا بنتي لأنك مظلومة مع أخوك يا أبو ماضي. إيه والله يامو، وأنا سامحته لأخي من كل قلبي. الله يوفقه يا رب. آمين بجاه رب العالمين. يا رب تسلم كل ولد لأمه وتحمي كل شباب البلد. يا مو شو؟ يا مو أنا عم فكر ليش ما بنروح نعمل زيارة لبيت أهله الخطاب؟ شو عم تقولي يا سماح؟ إيه يا مو شو عليه؟ نتعرف عليهم. سدي حلقك وليه؟ والله ما يسمعك أخوك ليفش حنكك فش. طب يا مو شو أعمل؟ والله فرحانة. اصبري يا مو اصبري. الله كريم ورح يجبر خاطرك بإذن الله. يا رب يا رب. يا أهلين وسهلين. تفضلي ست سليمة. أهلا وسهلين. يا الله أطارتك أنتي هو. أهلا وسهلين. أهلا وسهلين. أهلا وسهلين. أهلا وسهلين. تعنت لها الأوضة تحكي. يا ريدي تشاهد الست. هل معي؟ مين قال لك مريت لعنده بقيت الباب وليه عرفتك الحق؟
ان شاء الله يا رب ان شاء الله. تفضلوا تفضلوا سليم، لو سهله كل شيء.